العاشرة صباحا في القاهرة، الثامنة في جرينتش. أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المفصلة تأتيكم عبر شاشة. أهلا بكم. انطلقت اليوم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا أعمال الدورة الخامسة للجنة المصرية الإثيوبية المشتركة، والتي تستمر يومين على مستوى كبار المسؤولين من البلدين. تأتي الاجتماعات قبل الاجتماع الوزاري المقرر الاثنين المقبل، حيث من المنتظر التوقيع على عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي تهدف للارتقاء بالعلاقات التاريخية بين مصر وإثيوبيا. كما سيعقد الأحد منتدى أعمال يشارك فيه حوالي 50 شركة مصرية لتنشيط العلاقات التجارية والاقتصادية مع إثيوبيا. نفى أحمد عبد الهادي مدير الإعلام بالهيئة القومية لمترو الأنفاق نفى وقوع أي حوادث أو انفجارات بأي من خطوط المترو الثلاث. وقال عبد الهادي لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن ما ذكره أحد المواقع الإلكترونية حول وقوع حادث انفجار بمترو الأنفاق لا أساس له من الصحة، مناشدا وسائل الإعلام تحري الدقة فيما تنشره حول مرفق مترو الأنفاق لكونه مرفق حيوي يخدم كافة المصريين. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس أحمد عبد الهادي المتحدث باسم شركة تشغيل مترو الأنفاق. سيادة المهندس، يعني لو تؤكد لنا النفي الذي كنت قد أصدرته منذ قليل. هو حضرتك احنا عندنا الحمد لله مترو الأنفاق الخطوط الثلاثة تعمل بشامل طاقتها، ما فيش أي انفجار عندنا، ما فيش أي حادث عندنا الحمد لله، وما فيش مشكلة عندنا بالنسبة لمترو الأنفاق. تشغيل شغال كويس يعني. طيب بالنسبة لانتظام حركة المترو، ما حركة القطارات في الخطوط الثلاثة منتظمة وتعمل بكامل طاقتها. المهندس أحمد عبد الهادي مدير الإعلام بمترو الأنفاق، نشكرك شكرا جزيلا. تواصلت الحملات الأمنية لتطهير ومداهمة البؤر الإرهابية بشمال سيناء، خاصة في مناطق جنوب العريش والشيخ زويد ورفح. يأتي هذا بينما استمرت عملية إخلاء منطقة الشريط الحدودي برفح، حيث يتم الإخلاء حتى مسافة 500 متر بإجمالي 802 منزل يقطنها 1156 أسرة وفقا لعملية الحصر. وأشارت مصادر مجلس مدينة رفح إلى حصول نحو 50 أسرة على التعويضات المالية. كان نحو 40 منزلا قد تم إزالته بالفعل، وجاري إزالة الباقي وكذلك صرف التعويضات. قال المتحدث العسكري الرسمي العميد محمد سمير، قال إن مركبة تابعة للقوات المسلحة تعرضت أثناء القيام بتنفيذ إحدى مهام مكافحة الإرهاب على طريق العريش المطار بمنطقة المحاجر بمدينة العريش، تعرضت لإطلاق قذيفة RPG نتج عنها إصابة 6 من رجال القوات المسلحة، وجرى نقلهم إلى مستشفى العريش العسكري لتلقي العلاج اللازم وجاري متابعة حالتهم الصحية. وقال المتحدث العسكري إنه يجري حاليا تمشيط المنطقة وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في الهجوم. تستأنف محكمة جناية القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر القضية المعروفة إعلاميا بأحداث الاتحادية، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان. ويواجه الرئيس المعزول محمد مرسي و14 من قيادات الإخوان اتهامات بالقتل العمد والتحريض عليه خلال أحداث العنف التي وقعت بمحيط قصر الاتحادية في ديسمبر من عام 2012 ضد المعتصمين أمام القصر إبان اعتراضهم على الدستور الذي أصدره مرسي في نوفمبر من عام 2012. وللمزيد من المتابعة انضموا إلينا من أكاديمية الشرطة مراسل النيل محمد علوي. محمد، كيف تتابع وقائد جلسة استئناف محاكمة مرسي وآخرين في قضية أحداث الاتحادية؟ بالفعل نصف ساعة وتبدأ محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 متهما من قيادات الجماعة الإرهابية، من أبرزهم عصام العريان، أيمن هدهد، أحمد عبد العاطي، وعبد الرحمن عيسى. يعني جلسة اليوم مخصصة إلى الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهم أسعد الشيخة. تعلمي جيدا أنه اللي موجودين بالفعل، اللي محبوسين بالفعل، هم 8 متهمين. اليوم خصصت هيئة المحكمة الموقرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح جلسة اليوم إلى الاستماع
إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين. ستبدأ هذه المرافعات أولا بالاستماع إلى دفاع المتهم أسعد شيخة، وتتوالى بعد ذلك مرافعة الدفاع. كما ذكرت في الخبر، وقائع هذه القضية بتعود إلى 5/12/2012 حينما خرج الكثير من المصريين اعتراضا على الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي. فقامت مجموعات من عناصر هذه الجماعة الإرهابية، سميت في هذا التوقيت أو النيابة العامة سميت هذه المجموعات بعناصر الردع، قامت بإطلاق الأعيرة النارية وصد الاعتصام السلمي بالقوة، مما أدى إلى استشهاد صحفي البطل الحسيني أبو ديب. محمد، ماذا عن الأجواء لديك سواء في داخل القاعة أو حتى في محيط مقر انعقاد المحاكمة؟ يعني استعدادات أمنية غير مسبوقة هنا أمام أكاديمية الشرطة، أيضا يعني استعدادات أمنية داخل قاعة المحاكمة. حتى الآن لم يخرج أي من المتهمين، وصلت هيئة المحكمة الموقرة ولكن لم يخرج إلى قاعة المحاكمة أي من المتهمين. نعم، شكرا جزيلا لك محمد علوي مراسل النيل. أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إنهاء كافة المشكلات العالقة بمسجد سيدي إبراهيم الدسوقي واستئناف أعمال الإصلاحات والترميم اللازمة بالمسجد اعتبارا من اليوم، ليكون المسجد واحدا من أفضل المساجد في مصر والعالم الإسلامي. وأوضح الوزير أنه تمكن خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ من إنهاء جميع المشاكل المتعلقة بالمسجد، مشيرا إلى توفير التمويل اللازم ليعود المسجد لمكانته الدينية والتاريخية والثقافية. تنفيذ المطالب على أرض الواقع وتحقيق الحلم في لحظات بات هدفا رئيسا لوزارة الأوقاف خلال الفترة الحالية، والتي تحتاج فيها مصر إلى التكاتف من المسؤولين كافة للوصول بهذا البلد إلى بر الأمان. والمطالب هنا وقعت على عاتق وزير الأوقاف خلال جولته بمحافظة كفر الشيخ ومدينة دسوق، وكان أهمها وعيد للمسجد يجيله دعاه على أعلى مستوى، سواء من الوعظ أو من الأزهر، يجيله دعاه على أعلى مستوى عشان يجمعوا الناس من حواليه، سواء من الأزهر أو من الأوقاف، وتعقد فيه دروس التقوية للطلبة، يأتي فيه مدرسين متخصصين يؤدوا فيه دروس، وتعقد فيه قوافل تأتي له قوافل الترميم. ترميم سيد إبراهيم بقاله 30 سنة، السجلات تنتقل من هنا لهنا، بيعملوا إيه في سيد إبراهيم مش عارفين. ومن منطلق الحرص على اتخاذ إجراءات وقرارات سريعة وحاسمة وتصب في المقام الأول لمصلحة المواطنين كانت الاستجابة. إن شاء الله تعالى سنجعل من هذا المسجد أنموذجا لواحد من أفضل المساجد، لا نقول في مصر وحدها وإنما في العالم الإسلامي بإذن الله تعالى. لا يوجد سقف التمويل، وزارة الأوقاف ستتحمل بالكامل كامل النفقات. يعني عقب انصرافنا من المسجد بإذن الله تعالى، وفق ما وجه السيد المهندس المسؤول نائب رئيس الشركة، أن أعمال الصيانة والترميم مهما تكلفت وبدون حد أقصى ستبدأ من الآن. من يوم ما جيت وأنا على اتصال بمعالي الوزير، ومعالي وزير الأوقاف لم يتأخر دقيقة واحدة عن دعم النادي، واعتمد 3 مليون جنيه بالإضافة إلى ما سبق، وكانوا 4.8 مليون. لنظرة أو لأخرى أو لخلاف في الرأي الفني لا دخل لوزارة الأوقاف فيه ولا دخل لأحد، إنما هو إرادة ربنا. إنما الآن معالي الوزير بدأ بالعمل الآن، وبهدف نشر الثقافة الشرعية السلمية وتوعية المواطنين بالفهم الحقيقي للدين الحنيف. حرص علماء الأزهر والأوقاف على تسيير قافلة دعوية لأبناء المحافظة. قوافل لها دور كبير جدا في إنارة الناس وتبصيرهم لحقيقة الدين القويم وما عليه الفهم الصحيح لهذا الدين الذي افتقدناه كثيرا في هذه المرحلة من جماعات وطوائف تبنت أفكار متشددة للغاية أدت إلى هذا العنف الذي نشاهده. نحن نعول كثيرا على هذا الدور الريادي لهذه القوافل. دونما دهشة أو استغراب، تسعى وزارة الأوقاف جاهدة خلال الفترة الحالية العمل على سرعة الانتهاء من ترميم المساجد بالتوازي مع تسيير القوافل الدعوية لتحصين المصريين بالفهم الحقيقي لصحيح الدين. وليد هيكل، التلفزيون المصري. لقي 13 شخصا مصرهم جراء الاشتباكات الدائرة بمدينة كاكلا بين الجيش الليبي وقوات فجر ليبيا.
في غضون ذلك استعاد الجيش الليبي السيطرة على 4 فكنات عسكرية من جماعات مسلحة متشددة في بنغازي بعد أسبوعين من اشتباكات أسفرت عن مقتل ما يزيد على 200 شخص. وقال قائد القوات الخاصة في الجيش الليبي ونيس بوخمادة إن قواته سيطرت على المخرج الشرقي للمدينة إضافة إلى 4 معسكرات بينها مقر سابق للجيش، مضيفا أن الجيش تمكن من طرد المسلحين من منطقة المطار ومعسكر 17 فبراير ليستعيد بذلك 95% من المدينة. وفي اليمن قتل 3 أشخاص ليلة الجمعة السبت في اشتباكات عنيفة بين الحوثيين ومسلحين من حزب الإصلاح في مدينة إب، فيما يحاصر الحوثيون مقر الحزب في المدينة. من ناحية أخرى أمهل مؤتمر وجهاء وحكماء اليمن الذي دعا إليه زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي 10 أيام لتشكيل الحكومة اليمنية وفقا لاتفاق السلم والشراكة الوطنية. ها قد تبدت أهداف عبد الملك الحوثي وأنصاره ومسلحيه. الرجل عقد اجتماعا لأنصاره وقبائل يمنية أمهلوا خلاله الرئيس عبد رب منصور هادي 10 أيام لتشكيل حكومة جديدة في البلاد، ملوحين بتشكيل مجلس للحكم يخوض البلاد. الاجتماع عقد بدعوة من زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي بهدف تشكيل مجلس دائم أطلقوا عليه مجلس حكماء اليمن، ويمتلك سلطات موازية للرئيس، ويعمل على تشكيل حكومة جديدة وتيسير شؤون الدولة إذا لم يتم تشكيل حكومة. الاجتماع انتهى أيضا إلى إقرار تشكيل ما أسماه المجتمعون لجانا ثورية في كل محافظات البلاد بما فيها المحافظات الجنوبية، إضافة إلى تشكيل لجنة من شخصيات شمالية وجنوبية لبحث مطالب الحراك الجنوبي. وكانت عملية تشكيل الحكومة قد وصلت إلى طريق مسدود وتجمدت تقريبا بعد إصرار الحوثيين على نيل حقيبة الدفاع. الحوثيون يقولون أن تلك الخطوة ضرورية لاستكمال مسار الثورة، فيما وصفت قوى سياسية إن قرار الحوثيين وتحركاتهم تهدف لتغطية سلبيات انتشارهم العسكري في المحافظات وتغطية انتشارهم في الجنوب أيضا. فالحوثيون يحاولون فرض أنفسهم على المشهد سياسيا وعسكريا، والقاعدة ومسلحوها يعيدون فرض أنفسهم من جديد، ويسعون لوقف التمدد الحوثي في أركان دولة تواجه شبح الفوضى. أما المواطن اليمني فزاد سخطه من الفقر المدقع الذي يعيش فيه منذ أمد، وظن أن خروجه للإطاحة بصالح سيكون بارقة أمل لمستقبل أفضل، غير أن ما يحدث في الوقت الراهن يذهب إلى أن الأمل الوحيد أمامه هو مجرد الحفاظ على حياته وحياة ذويه. هذا وقد دعت الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية باليمن، دعت مجددا كافة المكونات السياسية للتنفيذ الكامل لاتفاق السلم والشراكة الوطنية والعمل بروح الفريق من أجل تنفيذ الالتزامات في الاتفاق، ومن ضمنها الاتفاق على تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة. وفي بيان لهم أكد سفراء تلك الدول دعمهم الكامل لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الجديد في هذه المرحلة. وأكد البيان على أن الحكومة اليمنية هي الجهة الوحيدة من الدولة التي تتحمل مسؤولية الأمن الوطني. أفاد شهود عيان بدخول دفعة ثانية من قوات البشمرجة الكردية إلى مدينة عين العرب السورية من الجانب التركي، قوامها نحو 20 جنديا، في الوقت الذي وصلت تعزيزات لتنظيم داعش من مدينة الرقة في سوريا. يأتي هذا بينما تتواصل الاشتباكات في المدينة الحدودية المحاصرة وسط تقدم للمقاتلين الأكراد بوسط المدينة، حيث قاموا بعملية نوعية اقتحموا خلالها منطقة يسيطر عليها التنظيم، ما دفع مقاتلي داعش للرد على هذا التقدم بتفجير عربة مفخخة، وذلك وفقا لما أعلنه المرصد السوري. على مرمى حجر من مدينة عين العرب كوباني المحاصرة، تجمع العشرات من مقاتلي البشمركة الكردية بانتظار إشارة التحرك للانتقال للقتال ضد تنظيم داعش. هنا في مدينة سوروتش على الجانب التركي من الحدود السورية، تجمعت كتائب من البشمركة فيما دخلت طليعة من مقاتليها إلى عين العرب، وذلك لاستطلاع طرق اقتحام المدينة ورفع حصار داعش عنها. تنظيم داعش في المقابل واصل هجماته العنيفة على محاور المدينة، وأبرزها الأحياء الشمالية بغرض عزلها عبر قطع المحور الرابط بين المدينة وتركيا،
وأرقلت دخول تعزيزات البشمركة على الخط المواجهة. وفيما تنتظر قوات البشمركة على حدود عين العرب، كان مقاتلون من الجيش السوري الحر تقدر أعدادهم بنحو 400 عنصر قد دخلوا إلى المدينة ويشاركون في القتال ضد داعش إلى جانب قوات حماية الشعب الكردية. تواجد الأكبر والقوة المركزية لأن الجيش الحر تلتين المدينة عين العرب بيدنا. نحن بالمنطقة الشرقية بالمدينة الصناعية بتواجدنا أغلب موجود المنطقة الصناعية. في غضون ذلك أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان باندلاع اشتباكات وتبادل لإطلاق النار بين القوات الكردية وتنظيم داعش في منطقة مسجد الحج رشاد، وبالقرب من مبنى البلدية وساحة الحرية، وبالتزامن مع عمليات قصف من قبل داعش على محاور المدينة تتواصل الغارات الجوية على معاقل داعش من قبل مقاتلات التحالف الدولي. وتأتي التعزيزات العسكرية من الجيش الحر والبشمركة بعد نحو شهر ونصف الشهر من المعارك والحصار الذي يفرض داعش على عين العرب، وشهد معارك عنيفة بين وحدات من قوات حماية الشعب الكردي الذراع المسلح لحزب الاتحاد الديمقراطي أكبر الأحزاب الكردية في سوريا. وربما كان ذلك أحد أسباب تأخر تركيا في الموافقة على السماح لقوات من أكراد العراق بالمشاركة في القتال في عين العرب. كشف رئيس الائتلاف السوري المعارض هادي البحر كشف عن وجود أخطاء في صفوف المعارضة جاري العمل على تصحيحها وتنظيم قيادة موحدة تعمل على حماية الشعب السوري وتحقيق مطالبه. وشدد البحر على أن المعارضة لا تطرح نفسها كبديل عن نظام الرئيس الأسد، مشيرا إلى أهمية مشاركة المعارضة في مؤتمر جنيف. واتهم البحر نظام الأسد بدعم تنظيم داعش والجماعات المتطرفة لإجبار المجتمع الدولي على الاختيار بينه وبين الجماعات الإرهابية على حد قوله. وإلى تونس، حيث قال المرشح الرئاسي ورئيس حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي قال إنه مستمر في ترشحه للانتخابات الرئاسية. هذا وانطلقت اليوم في البلاد حملات الانتخابات الرئاسية المقرر أن تجرى الجولة الأولى منها في 23 من شهر نوفمبر المقبل. كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد بدأت بالأمس وحتى يوم الأحد المقبل تلقي الطعون على النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي فاز فيها حزب نداء تونس ب 85 مقعدا مقابل 69 مقعدا لحركة النهضة. أعلن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال بيني جانتس عن وجود احتمالات لخرق التهدئة مع قطاع غزة، وأنه من المحتمل أن يتم خرق الهدوء في جنوب إسرائيل في أي لحظة. وأضاف أن الجيش على أتم الاستعداد للقيام بأي مهمة ستلقى على عاتقه من أجل الدفاع عن إسرائيل، معتبرا أن المعركة الأخيرة في قطاع غزة كانت من أعقد الحملات العسكرية التي قام بها الجيش خلال السنوات الأخيرة. ختم النشرة تذكرة بأهم أنبائها. انطلاق أعمال الدورة الخامسة للجنة المصرية الإثيوبية المشتركة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. 13 قتيلا في قصف لمدينة كاكلا غرب العاصمة الليبية طرابلس، والجيش الوطني يسيطر على أكثر من 90% من مدينة بنغازي. اشتباكات عنيفة بين الحوثيين ومسلحين من حزب الإصلاح في مدينة إب اليمنية، والحوثيون يمهلون رئيس 10 أيام لتشكيل الحكومة. ختام النشرة، إلى اللقاء.